شلونكم طلاب؟ عليكم السلام، أهلا دكتور. أهلا بكم. إن شاء الله هسه راح ناخذ محاضرة الجوينت، وبإذن الله يوم الثلاثاء الجاي الساعة 12 الظهر نسوي بها كويز. الثلاثاء القادم بإذن الله، الثلاثاء الساعة 12 الظهر. أوكي؟ بإذن الله فترة الكويز راح تكون ربع ساعة. أوكي؟ نسوي سبمشن خلالها، نحضر نفسنا من ناحية الإنترنت ونخلي ستاند باي لاين. أوكي؟ يعني نخلي واي فاي ونخلي ستاند باي لاين 3G مالتنا حتى ما يصير عندنا إشكالات بالسبمشن. لأنه للأسف ما راح أقدر، أنه بس بالنسبة للي دا يدخل مو عن طريق الإيميل الرسمي. طلاب إذا عندكم مشكلة بالإيميل الرسمي، أنا أفضل دائما تدخلون عن طريق الإيميل الرسمي، لأنه بالامتحانات سواء كان كوزات أو غيرها، أو حتى بالمستقبل أنتم امتحاناتكم قريبة إن شاء الله، يعني يكون هذا الإيميل حاضر وبالد، لأنه ما راح تقدرون تدخلون بالإيميلات الاعتيادية. أوكي؟ فبالنسبة للطلاب اللي اليوم دخلوا عن طريق الإيميلات مالتهم غير الرسمية، فيحاولون يشوفون إذا عندهم مشكلة بإيميلاتهم الرسمية، بحساباتهم الرسمية، مضيعين باسورد، الأكاونت مالتهم بروبلم، صلحوها، لأنه الكويز لازم تدخلوه عن طريق الانستيتيوشنال إيميل. هسه احنا الحضور ويانا 72 71. انطي بعد شويه تايم حتى زملائكم اللي بما دا يسجلون، بعد لا زالوا يدخلون. رسل تقول ما اريد ربع ساعه للكويز، ليش رسل؟ لا بالعكس رسل، انت كل ما تطولين فتره الكويز كل ما انت راح تزيدين التكنيكال ايشوز عندك، وكل ما احتماليه حتى اذا كان عندك الانترنت زين احتماليه انه يفصل ويصير بيه مشاكل. الوقت القصير احسن لكم. لا هو انت يعني لا شغله ستريس، يو هاف تو ديل وذ ستريس، يعني ستريس از ا جود ثينج انديد، يعني without stress we cannot perform and we cannot function. فيعني don't look at stress as a bad thing، بالعكس هو الامتحان هو نفسه stress، و the more you stress yourself the better the outcome is. أنا أريدكم تصيرون under stress، هذا positive stress. أوكي إحنا it's a reasonable number مال attendees. ف راح نجي على الطلاب إن شاء الله ربع ساعة فقط، non negotiable issue، مسألة ربع ساعة. دكتور العفو، مسألة الربع ساعة دكتورة يعني جربناها بكوزين تقريبا يعني كلها مشاكل من جدا. مع احترامي لآرائكم ولتجربتكم، الكوز مالتي ربع ساعة، اللي راح يلحق عليه fair enough، اللي ما راح يلحق عليه راح تنحسب للدرجة على كوزات البقية. دكتورة أوكي؟ حاولوا تكونون ready and prepared، وحاولوا تكونون تحضرون نفسكم انه يصير عندكم ستاند باي انترنت لاين. ربع ساعة كلش كافية راح تكون، ومسألة زيادة الوقت، وانتم تعرفون يا علي شنو اللي صار بذاك الكوز وذيك الكوزات، ما نحب نحكي حكي مو حلو، وما نحب نبدي المحاضرة مالتنا بكلام مو لطيف، بس ربع ساعة كافية وزايدة. اوكي؟ واي احد ما راح يلحق ما راح ينحسب للصفر، راح تنحسب للدرجة وتتقسم بالنسبة لبقية الكوزات. زين دكتورة، من أقول ربع ساعة يعني راح أجيب كأسئلة زايدة عليها الربع ساعة. دكتورة لو الأسئلة تنحل بدقيقتين هم مو مشكلة، الفكرة بالتكنيكال إيرورز بدها تصير، هاي الفكرة. التكنيكال إيرورز تزيد كل ما يزيد الوقت، هذه شغلة معروفة بالامتحانات الإلكترونية، أنت كل ما تزيد الوقت كل ما تنطي chance of error، وكل ما تنطي chance أنه submission مالتك يصير صعب. إحنا نجيب أسئلة بسيطة وسهلة وستريت فورورد، الإجابة عليها بربع ساعة فقط. أوكي؟ هذه المسألة منتهين منها إن شاء الله. حضروا نفسكم أنه يصير عندكم فد rescue line،
اوكي، لانه هي راح تقفل. ومساله اللي خلي اخذوا الامتحان كبريفليج، هذا الكويز اللي لحق عليه اوكي كان بها، اللي ما لحق عليه مو اشكال، عده بقيه الكوزات ما راح احط له صفر، راح تنجمع الدرجه وتنقسم على بقيه الكوزات الثانيه. يا دكتوره بس هذا مو فير، يعني ترى هذا مو فير، لانه ممكن ما مجاوبوا بغير كويز. والله علي احنا اني اعرف شلون احط الاسئله، اني احط الاسئله بالطريقه اللي هي فير وبالطريقه اللي اشوفها بالعكس كلش فير، واني دا احاول انه اكون فير قدر الامكان ويا الطلاب الزينين حتى ما يروح حقهم. اوكي احنا ما عندنا مشكله ويا حضرتك، احنا ما عندنا اي مشكله ويا حضرتك، المشكله هي بالفكره الوقت القليل، فكرة يعني الوقت القليل. الوقت القليل من صالحكم علي، خذبني بالمحاضرة مال الجوينت علي. هذا اللي قلته، هذا اللي عندي، اني دا اعرف ايش دا اسوي، اني راح اجيب لكم اسئلة زايد عليها الربع ساعة، راح نضيفهم ربع ساعة اكسترا تايم. اوكي جاوبوا خلال ربع ساعة، اللي لحق يجاوب كان بها، اللي ما لحق يجاوب مو مشكلة، مو شرط يجاوب، يترك بقية هذا الكوز على بقية الكوزات الثانية. وان شاء الله ان شاء الله هذا الموضوع بس في سبيل انه نكسب وقت حتى بين ما انتم البقيه يعني تحضرون ان شاء الله. اوكي عندنا هسه فير انف انه الحضور، فناخذ ناخذ سكرين شوت. دكتور العفو بس ما نسوي الحضور اذا تفضلون، يعني بعد وقت اكثر تقديم الحضور وبعد الطلاب يدخلون. نعم. تركوا طلاب نعم. يدخلون بعدهم يعني اذا تاخذون نفس الحضور. اني اخذ مالتيبل تايمز، اني اخذ حضوركم مالتيبل تايمز، يعني على مود اعرف انه منو اللي موجود دائما ومنو اللي موجود اوكيجنالي، فناخذ حضوركم مالتيبل تايمز ان شاء الله. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. السبجكت مالتنا اليوم باذن الله هو الجوينت ايميجينج. طالع عندنا الباوربوينت، تشوفون الباوربوينت مال الجوينت. لا دكتوره ما طالع. طالع دكتور. طالع خيرا ان شاء الله. اوكي لا زال اوكي، لا زال طالع عندنا باوربوينت جوينت ديزيز سلايد 1. نعم دكتور. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المحاضره هذه راح تكون اكستريملي سمبليفايد طلاب، اكستريملي سمبليفايد، يعني لا تتخيلون انه انتم راح تاخذون فد يعني هذه فد نولج عامه او كبيره عن الجوينت باثولوجي، لانه هو يعني تيكينج انتو اكاونت الشرنكج اللي صار بالكوريكولم مالتكم. فالبوينت اللي راح تنذكر هي صحيح مختصره اوكي، لكن هي جدا مهمه، يعني هذا بعد تصفيه المهم الى الاهم طلعنا بهاي الفيو سلايدز.
اللي هي راح نحكي بيها عن الجوينت باثولوجي بصورة عامة. احنا when we say arthritis, what do we mean by arthritis? Arthritis means it is a disease of the affecting both ends across a joint and will cause narrowing, okay, and will cause narrowing of the space between them. يعني joint راح يصير عندنا again into الطلاب اللي هم دا يطلعون من الميتينج حاولوا انه تدخلون مرة ثانية. فنجي على يعني هسه هذا هو joint space. This is the joint space. This is the knee joint and this is the femur and this is the tibia. This is the fibula. This is the joint space. هذا اللي دا أشر عليه دا يطلع لكم تأشيري. هذا الأسود. نعم دكتور. This is an AP view of the knee joint and this is the joint space. شنو أكو بهذا space of the joint؟ أكو الكارتج اللي إحنا منشوفه اللي هو loosened and أكو potential space اللي هو عبارة عن the space between the two opposing bone ends اللي هي هذا اللي إحنا نشوفه radiologically as a joint space. مثل ما تلاحظون that this is what is called the articular cortex and it's sharp and nice and smooth. هذا the articular cortex lacking any erosions يعني حفرة تطلع. Lacking osteopenia and lacking any sclerosis. This is the normal appearance of a nice and healthy young joint. Arthritis معناتها inflammation of the joint manifests radiologically usually as a set of signs. من هذه signs is the narrowing of the joint space. مثل ما تلاحظون هنا the lateral joint space is preserved. بس هنا the medial joint space between the tibia and the femur. هنا the medial joint space is narrowed. And you see that on each side of the joint there are bone changes here in the form of subchondral يعني ما تحت الكارتج يعني immediately articular subchondral sclerosis لكن ممكن يكون عندنا osteopenia and erosions. فإذا هو narrowing of the joint space and bone changes on adjacent sides of the joint space with an or without joint fluid. The types of arthritis in general نقدر we can say that they are degenerative, destructive and erosive. هذه في general classification, morphological classification نقدر أنه نباوع بها على arthritis نقول that this is degenerative, destructive and erosive. By far the most common type of arthritis is the degenerative arthritis. يعني OA, osteoarthritis, is the most common type, is the prototype of degenerative arthritis. The main radiological features مثل هذا السلايد هسه اللي استعرضت لكم إياه هذا كان هو degenerative arthritis. The main radiological features is narrowing of the joint space, especially the weight-bearing areas of the joint, subchondral sclerosis, subchondral cyst, and reactive osteophyte formation. راح نجي هسه على هاي الساينز. Narrowing of the joint space, it's obvious. The joint space هو المكان اللوسنت, يعني هذا المكان اللوسنت المفروض مشابه لهذا المكان حاليا. This is narrowed. Subchondral sclerosis, يعني the bone adjacent, يعني the cortical bone now becomes more white. I mean, that's subchondral sclerosis. And osteophytes, هي عبارة عن small protrusions of bone, small spur-like bone, يطلع من ال bone edges. This is marginal osteophyte formation. Combined high features together, again, another knee, with affection, مثل ما تلاحظون, usually medial side, because this is the weight-bearing aspect of your knee joint. إذا توقفون, راح تحسون أن الضغط يصير على medial knee rather than the lateral knee. فإذا it is joint space narrowing, subchondral sclerosis and marginal osteophyte formation. الOA ممكن أنه يصير نتيجة age, okay, أو ممكن أنه يصير نتيجة overuse, يعني رياضي يستعمل joint معين بكثرة فيصير عنده overuse, أو نتيجة trauma. مثلا this is a fracture that is complicated by on the long run. إذا صار عنده يعني healing abnormal healing راح يسوي stress, abnormal stress on the joint will lead to secondary degeneration. فإذا ممكن يكون primary يعني هو arising يعني هو من الله, يعني خلينا نقول أنه age, أو ممكن يكون secondary due to problem within the joint, for example trauma to the joint commonly predisposed, and this is another example of a patient with trauma to the ankle joint who بعدين ورا فترة قصيرة راح يصير عندنا extensive OA. شلون عرفت انه OA؟ again all the signs of OA اللي هي عبارة عن narrowing, sclerosis and osteophyte formation. اكو فت type similar arthritis, another similar arthritis اللي هي تشبه شوية degenerative اللي هي neuropathic arthritis. Neuropathic arthritis هذا فت extreme example of arthritis that will cause an extreme bone destruction, fragmentation, dislocation
of the joint and loose bodies. مثلا لاحظوا هذا المثال. This is the knee joint. لاحظوا الماسف destruction اللي هو موجود بهذا knee joint. لاحظوا أنه you no longer have normal alignment of the joint. لاحظوا أنه شون loss of overlap, loss of normal healthy contact between the femur and the alignment, خلينا نقول between the femur and the tibia. The tibia is going outward, the femur is going inward. You see like an, small fragments and debris within the joint, هاي قطع قطع of bone. Okay, so it's called loose bodies due to fragmentation of the bone. وطبعا extensive severe loss of the joint space. This is what is called charcot or neuropathic joint. Another example on the shoulder joint, this is charcot joint with narrowing of the joint space and large osteophytes with some bone destruction. Another example of charcot arthropathy in the foot. The foot is a very common site for charcot joint. يصير عادة بالdiabetic يعني due to neuropathy. فتلاحظون أنه أكو joint space narrowing, bone sclerosis, fragmentation. All these are examples of neuropathic arthritis. Okay. نجي هسه احنا قلنا انه degenerative حكينا على الاكزامبل اللي هو usual اللي هو OA joint. ابيكم تعرفون اكو شيء اسمه neuropathic joint بس هو الموست امبورتنت degenerative arthritis هي OA. النيوروباثيك ايش وقت تصير؟ تصير من احنا عندنا neuropathy. يعني مثلا عندنا spinal cord damage فيصير neuropathic joint. عندنا diabetes عادة spinal cord مثلا إذا عندنا يعني cervical cord راح يصير عندنا shoulder. Diabetes will affect the foot. ف type of neuropathy will lead to destructive changes in the joint because of unbalanced يعني patient ما يحس pain فيدوس على joint هواية يصير micro injuries. Fragmentation over time will lead to neuropathy. What about the type, the second type which is called destructive arthritis. هاي طبعا morphological types. يعني دا اشرح لكم شنو الابيرنس راديولوجيكلي ونشوف التايبس مالتها. الدستركتيف معناتها انا عندي destruction of both bone ends. destruction of both bone ends. اوضح مثال لها واهم مثال هو septic arthritis. septic arthritis يعني infection of the joint. typically this is a monoarthritis. يعني عادة only one joint will be affected by septic arthritis. it may affect any joint. Okay, يعني مثلا knee, sacroiliac, shoulder, joint between the vertebrae, نسميها spondylodiscitis بهيجي حالة, small joints of the hand and feet, any joint, name it, any joint in your head it might be affected by septic arthritis, small or large, axial or peripheral joint, any joint is liable for septic arthritis. It has systemic manifestations, يعني شو systemic manifestations, يعني fever, يعني ill health, كلها هذه toxic patients, systemic manifestations. فإضافة طبعا للocal manifestations اللي هي tender, hot joint اللي هي نتيجة local inflammation. The radiological features of septic arthritis, narrowing of the joint space, joint fluid, okay, effusion, we usually have joint effusion. طبعا مو معناته انه other arthritis مثلا OA كذلك ممكن يصير بها joint effusion. Periarticular osteoporosis and not sclerosis, it is osteoporosis. يعني اقصد بها انه bone density on each sides of the joint will be reduced. Periarticular destruction and soft tissue swelling. حاليا هسه يجوز تشوفوها صعبة هسه الصور راح تشوفكم مش قد سهلة. لاحظوا that this is the normal X-ray of the carpus, okay, of the restant carpal bones. لاحظوا, this is a normal X-ray. لاحظوا, this is a rest of a patient with septic arthritis. What has happened? حاليا بدأ أشوف أصلا bone. ليش؟ لأنه extensive osteoporosis and destruction of the bone. فهذا كله lost cortex and osteoporosis. يعني density بالmetaphysis مكان ما يكون normal هنا لأنه أكو reduced density. طبعا وياها soft tissue swelling هنا مو كلش obvious بهذا الراديوغراف. This is destructive arthritis. This is septic arthritis. This is another example of this is a normal hip joint when you can see that both cortices are well defined and marginated. You can draw them by a pencil. هنا هذا المثال of patient with septic arthritis. What has happened? You no longer see the cortex. The cortex is destructed and there is in drawing of the femur into the bone because the bone is missing. The acetabular bone now is missing. It is destructed. So the bone has migrated inward. So there is abnormal alignment. There is destruction of the bone. In this patient, this is a destructive arthritis of the hip joint. This is another example of septic arthritis of the
metatarsal phalangeal joint. This is the metatarsal head. You see the bone is destructed, and you see another destruction that is going on the proximal phalanx. Okay, so you have both ends across a joint, both bone ends across a joint. يفصل بيناتهم joint. هي عبارة عن destructed and damaged bone. إضافة للsoft tissue changes, the patient is febrile, ill health, and then this is septic arthritis of the toe. طبعا الارثرايتس ممكن انه تبين كذلك باي امر اي. ايش راح نشوف الامر اي؟ اضافه لنفس التشينجز نشوف اكو جوينت فلويد موجود, نشوف بون مارو اديما on both sides of the joint, and we see extensive inflammatory changes. مثل ما تعرفون بالامر اي الانفلاميشن يبين برايت بالتي 2 لان this is fluid and edema, فراح نشوف برايت اديما changes in the associated soft tissues. This is septic arthritis. Also, after contrast, you will see enhancement. This is another example of septic arthritis. This is the hip joint. Compare for the normal left hip joint. The normal left hip joint has normal intact cortices of the femur and the acetabulum. What about the right hip joint? The right hip joint, you don't see the cortex of the hip, of the femur. You don't see the cortex of the acetabulum. ليش وين راحت؟ They are destructed. You have narrowing of the joint space, so you have destructive arthritis. And the patient comes to you with systemic manifestations, fever, ill health. So you conclude, okay, this is most likely, or I have to exclude septic arthritis. Another example of destructive type arthritis of the knee, again, osteoporosis and loss of bone density on each side of the joint associated with systemic manifestations. And then, يعني كلها بعد هاي other demonstration of a type of destructive arthritis. Keep in mind septic arthritis and other infective arthritis. Septic عادة إحنا مصطلح يطلق عليه للبيوجينيك. هي septic ممكن تكون biogenic or other organisms. عادة كلمة septic ماشية ويا biogenic اللي usually staff. لكن هي ممكن الانفكشن يعني يكون caused by other organisms. For example, TB. TB arthritis present similarly. لكن يكون عادة الـ patient temporal changes different. Leave it at this. ما راح أدخلكم بتفاصيل الـ differentiation between tuberculosis and pyogenic. بس عفوا destructive arthritis, the most common type is septic arthritis, which is the most common of which is pyogenic. أكو فد specific type أريدكم تعرفوا اللي هو spondylodiscitis. Spondylodiscitis هو عبارة عن septic arthritis involving the disc. The intervertebral disc. ومثل أي septic arthritis راح يصير عندنا narrowing of the joint, راح يصير عندنا fluid instead of the joint, راح يصير in the joint space, وراح يصير عندنا destructive changes in both sides of the joint. بهالحالة هو intervertebral disc. So this is an example of an X-ray, barely changes seen on the X-ray in the form of mild narrowing of the intervertebral discs and associated changes on both ends of the vertebral bodies. MRI shows this very clearly. صورة عمانية أركز لكم دائما بالمحاضرة على الراديوغرافي على الاكس-راي, لكن هنا أنا أريد أركز لكم على MRI بالنسبة للسبونديلوديسكايتس. لأنه once you suspect spondylodiscitis, you know that X-ray has a low sensitivity, you should go for MRI. And you, when you see a patient who's suffering from his back, from back pain, and who's severely unwell, and complaining of back pain and fever and systemic manifestations, you have to exclude septic spondylodiscitis. What do? You do MRI. راح يبين عندكم MRI, راح يبين عندكم بالMRI انه عندكم edema and abnormal signal and enhancement within the disc. الإديمة شلون تبين بالتي 2؟ تبين bright. يعني the joint, the disc is bright. لاحظوا هذا الديسك هنا, it is bright on T2. هذا ليش T2؟ لانه CSF bright. CSF أبيض يعني هذا T2, CSF أسود يعني هذا T1. فإذا تلاحظون أنه هذا الديسك هو bright, والبون on each side is bright in this T2. إذا هذا إديمة, هذا كله إديمة. بالT1 بالعكس, البون end on both side is low, لأن الإديمة بالT1 تبين low. But this is spondylodiscitis. هنا again T2 هنا هذا الديسك bright and the bone end on both sides is bright. لأنه it is edematous, لأن هي spondylodiscitis. The one, both bone ends now are black. Black because they are edema. Edema وخرت الفات, صارت بمكانه, فطلعت T2 hypo. انطينا contrast, and I will tell you that this is contrast, حتى لا تختلط عليكم الأمور. وهو definitely مو T2, لأن تلاحظون CSF هنا is dark. فانطينا contrast, تلاحظوا هذه very, very extensive enhancement of the vertebral bodies. Okay, وكذلك portions of the disc are enhancing. This is due to infective
arthritis of the disc, which is called the spondylodiscitis. Okay, now we have finished with again the two types حكيناها اللي هي الاوستيوارثرايتس اللي هي عبارة عن degenerative arthritis تسوي narrowing of the joint وتسوي لنا sclerosis وتسوي لنا osteophyte. هذه أهم شيء بالarthritis degenerative. نحكي على الارثرايتس اللي هي destructive اللي هي septic arthritis. شو تسوي septic arthritis؟ تسوي narrowing of the joint with destruction of bone on both sides of the joint. Destruction in a manner that the bone disappears. Okay? That the bone, you don't see a bone. لكن اكو arthritis اخرى اللي هي erosive arthritis. شنو يعني erosive arthritis؟ يعني بها erosion. And what is an erosion? An erosion is a hole or is a pinch in the bone. Like a bite, okay? مو مثل destruction اللي هو you don't see the bone vanishes. لا, erosive معناتها you see an erosion, you see a defect in the bone. وهسه راح تشوفون الصور. What causes erosive arthritis can be caused by inflammatory causes like rheumatoid arthritis, seronegative arthritis, مثل psoriasis, ankylosing, inflammatory bowel disease. اعتقد اخذتوها انتو بالcurricula مال الروماتولوجي واحتمال حتى مريتوا عليها بالكسور الinflammatory arthritis. وعندكم الكريستال ديبوزيشن اللي هي الجاوت اخذتوهم هذول بالمفاصل. نعم دكتوره, اخذناهم وبعدين. اوكي, هي المبدا مال الايروسيف هو شنو؟ لاحظوا لي النورمال, طبعا هو مو صف الايروسيف والانفلاماتوري ويل مانيفست ان ذا سمول جوينتس. اوكي, ان ذا سمول جوينتس تيبيكلي جوينتس اوف ذا هاند اند فيت. لاحظوا هذا النورمال جوينت, this is the normal joint of the, these are the small joints of the hand. لاحظوا الجوينت, you have an intact cortex, okay? You have a very narrow joint space, but that is healthy, and بسرعة ما تقدرون ترسمون تمشون عليها بالقلم, كلش نايس, مرسوم ومحدد, والبون أنس كلش واضحة, ومدى تلاحظون أكو أي defect أو any pinch أو any hole in the bone. This is the normal appearance of the a typical appearance of a normal small joint. هنا بالنسبة للinterphalangeal joint وهنا بالنسبة للmetacarpophalangeal joint. لكن لاحظوا الإيروجن. لاحظوا الإيروجن. الإيروجن هو عبارة عن bite in the bone. Okay? Bite. بالضبط. As if there is a mouse that come and bit part in the bone. There is a bite in the bone. فهذا هو الإيروجن. هذا هو الإيروجن. هذا هو اللي يميز الإيروسيف أرثرايتس. أشهر arthritis erosive البروتوتايب مالتها هو الروماتويد arthritis. الروماتويد arthritis هي عبارة عن inflammatory autoimmune arthritis اللي usually affecting multiple joints in the body. يعني أنتوا تشوفون septic يقلنا عادة mono arthritis septic. يعني دي patient ill feeling bad usually for short duration when the single joint involvement. فراح أقول that this is septic arthritis. The rheumatoid does not come with single joints. The rheumatoid typically come with multiple joints and usually bilateral, usually symmetrical. هذا ما يسهل علينا الإشي. فbilateral, symmetrical, painful joints. نصورها بالإكس-راي راح نشوف عندها إنه هاي small joints بادية بها erosions. Later on راح يصير عندنا للأسف destructive changes وراح يصير عندنا deformities. وهسه راح تشوفون. شنو اللي دي يسوي هذه erosions؟ Synovial hypertrophy. Synovial hypertrophy يعني the synovium that is normally lining the joint will be hypertrophied and causing this bites in the bone. The X-ray appearance هي شنو؟ كذلك كأي arthritis, كأي arthritis في أي مكان عندنا joint space narrowing. Okay, عندنا periarticular osteopenia أو osteoporosis اللي هو تشبه شوية septic بهذا, في حين مثل ما قلنا الـ OA يسوي sclerosis. تسوي الايروجنز طبعا, وعندنا لين هي انفلاماتوري فراح يسوي soft tissue swelling and it has tendency to involve small joints of the hand and feet. Okay, but it may also involve the large joint. When it involves the large joint مثل الهيب والني, it does not involve the weight bearing joints وانما uniformly involving the joints. فيعني مثل ما قلنا الـ OA هي stress فيصير على المكان اللي انتوا واقفين عليه.
stress on the weight bearing joint. في حين الروماتويد no, it is an inflammatory, it is distributed, it has no relation to the weight bearing area لأنه it is pathology in the synovium. And it has tendency to involve the small joints, لكن مثل ما قلنا it may involve the large, it may involve any joints, مثلا may involve the axial skeleton and may result in fatal atlantoaxial, atlantooccipital disease and atlantoaxial dislocation. هسه راح نجي نشوفه. فهسه تلاحظون that these are erosive arthritis. لاحظوا فرق السبتك، السبتك ما تشوفون البون، البون مختفي كأنه ما جبتوا مساحة ومسحتوه، هذا destruction. الإيروسيف لا، erosion it is like bites, bites in the bone. لاحظوا these are bites in the bone. This is erosions. These are. شغلة ماكو صورة. ليش من إيش وقت ماكو صورة؟ هذاك تراكو بس يجوز النت ما تضعيف. ها أوكي. انتوا اذا صار اي خلل يمكم لانه انا مو بالضروره اعرف فمباشره نبهوني. طلعت لك الصوره هسه؟ لا يمكن لازم تطلع وتدخل من جديد. اي بلي دكتور اكو صوره قاسم يمكن يمك مشكله. ماشي سوي بن سوي بن دكتور اكو صوره اسمه نور عباس. اوكي فإذا الإيروجنز هي معناتها أكو defects in the bone مثل ما تلاحظون هذه هي البايتس الصغيرة اللي هي موجودة بالjoint. This indicate erosion. This is erosion. This is erosion. When you see multiple joints affected, especially when bilateral and symmetrical, you consider that this is inflammatory arthritis مثل ما قلنا أشهر وحدة بها هي الروماتويد. بس عندكم السيرو نيجاتيف كذلك ممكن تسويها. هذه مشكلتها on the long run راح تسوينا inevitable deformities. يعني إذا استمرت it will lead to characteristic deformities. لاحظوا هذه الديفورميتيز اللي هي موجودة. لاحظوا أنه this is the carpus now is a mass of bones okay together matted together. ولاحظوا severe narrowing of the radiocarpal joint. هنا أنا مفروض أكو joint space. هنا أنا صار عندنا severe narrowing of the radiocarpal joint. The carpus is now like a mass. ولاحظوا هذه الجوينت هنا شلون صار بيها subluxation وصار بيها أنه this abnormal orientation نسميها إحنا ulnar deviation. يعني now the phalanges are tilted or deviated towards the ulna. This is the ulnar deviation deformity that is seen in end stage روماتويد أرثرايتس. أكو بعد other deformities ما أريد أدخلكم بيها يمكن أخذتوها بالكسور والروماتولوجي. البوتونيرج deformity واللوز نيك deformity. Just keep it simple. Deformities, characteristic deformities that occur in the hands typically, in the hands and feet of patients with long standing rheumatoid arthritis and leave the names هسه. الروماتويد مثل ما قلنا when it involves the large joint it will lead to loss of the joint space and باللارج joints ما عندنا كلش قضية الإيروجنز كلش واضحة. راح نشوفها كأي arthritis causing uniform narrowing of the joint space. راح يجي أحد يقول لي زين شلون أفرقها من الديجنراتيف. راح نقول أنه ما بيها osteophytes وراح نقول أنه it is usually bilaterally symmetrical وراح نقول أنه it does not involve only the weight bearing area it rather involve homogeneously the entire joint area. بس keep in your mind أنه من راح أجيب لكم روماتويد المفروض أنه something very obvious. أوكي أني أجيب لكم المادة حتى تعرفون أنه روماتويد it can involve the hip, can involve the knee, can involve the large joints. بس the typical appearance of rheumatoid, you see it in the small bones of the hands and feet. The patient who has hip rheumatoid will usually have also both hands and feet involved. But diagnosis usually is done by thumbs of the hands and feet. لاحظوا هذه الhip, this is a hip also of a rheumatoid patient and this is a knee of a rheumatoid patient. You see narrowing of the joint space that is homogeneous, medial and lateral, because it is weight-bearing area. And you see this is extensive narrowing of the hip joint also that is homogeneous across the joint. Problem with rheumatoid, as in any type of long-standing arthritis, may be complicated by degenerative arthritis. Usually, again, keep it. This is a bilaterally, nearly always bilaterally symmetrical process with also affection of the small joints of the hands and feet. واحدة من very very serious and you must know manifestation of rheumatoid arthritis. Okay, this is the one of the most of you have to know this. And rheumatoid and other seronegative may affect dangerous joints, dangerous life-threatening joints. نفكر بأهم dangerous and life-threatening joints
is the cervical يعني joint in the upper cervical region, namely the atlanto-axial joint. Namely the atlanto-axial joint. يعني هو الجوينت ما بين الأكسس اللي هي C2 والأطلس اللي هي C1. هذا الجوينت هو synovial joint. روماتويد تحب synovial joint. هي it is a disease مثل ما قلنا hypertrophied synovium, يعني by definition it involves synovial joint. فهنا أكو synovium. ما راح يصير hypertrophy, إيش راح يصير؟ راح يصير instability بهذا الجوينت. شنو المشكلة بهذا الجوينت؟ إنه posterior إلى أكو فد very critical structure اللي هو spinal cord. هما راح يصير erosion وnarrowing وinstability وهذا الجوينت. شو راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا damage, potential damage to the cervical cord. يعني the patient might get paralyzed, quadriplegic. Okay? فإذا شنو هي الماركر, radiological marker of this joint affection? Widening of the atlanto-axial distance. يعني the distance ما بين الأطلس وما بين الأكسس. Okay? Widening of atlanto-axial distance. How much? How much? Usually widening more than 3 millimeter. Okay, نان مكتوبة أكثر من 2.5 millimeter. Okay, ببقوا stick to what's written. أكثر من 2.5 millimeter in adult. Okay, this is serious. This is serious. معناته أنه this joint is affected. هذا patient, this is no joke. The patient should be treated by aggressive anti-inflammatory medications and with focus on stability of the spine. ممكن حتى أنه بعدين later on they will operate to ensure stability. This is a very, very serious manifestation of rheumatoid arthritis that you should keep in mind because this is life-threatening and changes. راح نشوفها كذلك بالMRI. راح نشوف synovial hypertrophy like a mass of hypertrophied tissue. Obvious بالT2, هنا بالT2, هنا bright. وبالT1, then rheumatoid can kill by involvement of the one of the ways that rheumatoid can kill. Okay, it can kill also by systemic manifestation, by affection of the lung. The patient will need a lot of immunosuppressive treatment, will make them prone to infections. It can affect the kidney, will cause maybe heart failure, maybe respiratory failure. It can kill in many ways because it is a multi-system disease. But speaking about the joint, it can kill directly by affection of this joint. So keep it in your mind. زين احنا قلنا هسه اذا تذكرون راح نرجع شويه على حتى دائما اذكركم الارثرايتس هي ديجنراتيف من اقول ديجنراتيف راسا نقول او اي اوستيو ارثرايتس ناروينج سكليروسيس اوستيوفايت انتهينا ويت بيرنج جوينت اوكي نجي الارثرايتس الثانيه ديستركتيف سيبتيك يعني شنو يو دونت سي ا بون ذا بون فانيشز ات از ا مونو ارثرايتس ات از ا سينجل جوينت افكشن يو ريرلي سي patient with multiple septic arthritis, okay? It is a single joint, single area that is hot and painful and tender, usually for shorter duration. The patient is extremely unwell, okay? So the diagnosis is usually not difficult at all, okay? In a patient who is septic and toxic and they present to you single joint involvement, go and image this joint, you'll see destruction, so this is septic arthritis. خلصنا. If you have erosive arthritis, these are bites in the joint. بالنسبة للsmall joints, large joint uniform narrowing, هذه اللي هي الانفلاماتوري. اكو other erosive arthritis. Okay, اكو other erosive arthritis that is caused by crystal deposition, اللي هو namely gout. Gout, يعني مو اي crystal هو يسوي, لا, الgout. يعني عندكم another crystal هو CPPD, طبعا هم الاشياء اللي لغت عندكم, راح يسوي لكم degenerative type of arthritis. لا, هذا الgout هسه اللي هو يسوي crystal, يسوي erosion. Erosions usually affect the small joints, especially first tarsal metatarsal joint, يعني هذا اللي هو الكاركترستيك big toe involvement in gout اللي هي اسمه البوداغرا. Also can affect the small joints of the hand and feet, and they are characterized by periarticular tophi. شنو هي التوفاي؟ هي جمع توفس. شنو هي التوفس؟ هي mass of crystals. خلينا نشوف شلون تبين radiologically. It lacks joint space narrowing. I all arthritis that lacks joint space narrowing. لكن it has erosions. Okay, it has erosions that are characteristically marginal and punched out. Let's نشوف شنو يعني punched out and marginal. ونشوف التوفاي. توفاي is soft tissue nodules in periarticular distribution. يعني شوفوا هذا الجوينت هنا. Look at this punch erosion. This erosion اللي أنا سميت لكم إياه. This is bite. وهذه البايت عندها هذا الكاركترستيك أبيرانس اللي هي هالشكل يعني اطرافها نارو والسنتر مالتها يعني هو هذا اللي اسميكم اياه punched out هسه اذا نجي نرسمها
كلمة punched out يعني هيجي هاي من هنا نرو وبعدين leaving هنا هول وبعدين ترجع نرو يعني هنا مو مسدودة وإنما nearly closed. هذه هي ال punched out that are usually extra articular. تلاحظون they are outside, they are outside the margin of the joint. They are usually extra articular. And you have this tophus. Okay, هذه large soft tissue like a mass. هي هاي عبارة عن شنو؟ It is a mass لكن of crystals. هذه another one. هي a collection of soft tissue of urate crystals. هذه another large punched out erosion. Multiple large punched out erosion like masses in the bone that are caused by urate urate crystal deposition inside the bone. But this is gout and this is multiple soft tissue. These are multiple soft tissue masses seen on each side of the joint in this patient with gout. Okay, these are tophi. These are tophi and this is what is called the tophaceous gout. وهذا الحضور مالتكم. إذا إحنا وصلنا إلى نشوفكم. نشوفكم following up إن شاء الله. أوكي. أحد عنده سؤال عن أي part of the lecture؟ دكتور بس السبونديلوديسكايتس بالأمر هاي. سبونديلوديسكايتس منو ده يسأل؟ إيه دكتور آني أمين عادي. أمين good question. تريد تشوف السبونديلوديسكايتس؟ دكتور. بس CSF راح يظهر white بالT2 وبلاك بالT1 مو هيك؟ CSF راح يطلع bright بالT2 وبلاك بالT1. ايه والأدمة راح يظهر نفس الشيء يعني اذا هو السي اس اف بلاك فالأدمة هاي تظهر الأديمة نفس السيجنال اوف ووتر يعني نفس السيجنال مال السي اس اف اي انت يطلع لك هسه يطلع لك هسه الباوربوينت بعده اي نعم دكتور اوكي جيتي امين اي نعم دكتور امين هذا هو التي 2 هذا التي 2 اوكي هذه لان برايت ليش لانه سي اس اف برايت وشنو عندك برايت همينه بوث فيرتبري اوكي لاحظ لي هذه فيرتبرا هذه فيرتبرا وشوف الديسك هذا وهذه فيرتبرا وشوف الديسك شنو رايك بهذا الديسك ما بين هذول التو فيرتبري برايت يعني انه يكون ونرو مو صحيح لانه احنا قلنا ارثرايتس هو نارو جوينت with destruction on both sides of the joint فهنا هذا the joint is very narrow okay this is an abnormal joint it is narrow because it is inflamed and infected فراح joint space وعندي both bone are edematous شلون edematous لأن هي bright بال T2 وبال T1 الwater يطلع أسود بال T1 أو رصاصي بال T1 لأنه عادة المرو within the vertebra has a lot of fat فالفات يبين bright بال T1 وكذلك الhealthy marrow inside the vertebra فlook at this healthy marrow inside this lumbar vertebra, it appears bright. Okay? And look at this pathological inflamed marrow, it appears nearly black. Yeah, هو يعني gray, dark gray, because of loss of fat, because it is inflamed. فمن راح تنطي contrast, ايش راح يصير؟ راح يصير extensive will light up the vertebrae, will disc كذلك. فهذا هو الappearance اللي هو suggestive of inflamed disc and adjacent to it. يعني من نشوف changes centered within the disc and the vertebra above and below. Okay, disc and abnormal marrow in the vertebra above and below, you consider spondylodiscitis. طبعا خاصة in a patient who's unwell. ودائما يكون مثلا أني مثلا هذا أجيبة أنه this is a patient who's after cesarean. Okay, لأنه تعرفون إحنا واحدة من الكلاسيكال في risk factors of sepsis. هو post-operative state يعني post-operative state أول شيء wound ثاني شيء IV lines اللي أخذتها patient فكل هذا هو violation to the patient normal defense wound ممكن أنه يكون patient will have bacteremia and will have sepsis ممكن post-operative state هذه واحدة من الكلاسيكال causes of septic arthritis بعد عندكم سؤال
سؤال ثاني عن أي part of the lecture؟ ستك مهمة، الروماتويد مهمة، الكلاسيكال ديجنراتيف كذلك مهمة، بس هي دائما كل ما يكون الكونديشن سيريس أكثر كل ما تكون أهميته أكثر. روماتويد typical appearance مالتها مهم، والأتلانتو أكزيل جوينت أفكشن كذلك مهم. تمام، شكرا دكتورة. عفوا، بالتوفيق إن شاء الله.